هذه بتلك. وهكذا صار شكل السجال السياسي بين الإطار والتيار بعدما أغلق باب الحوار المباشر واحتكما إلى الشارع لبيان القوة وسط تباهي كل طرف بأنصاره وكثرة عددهم. اليوم الشارع العراقي يغلي، وبالتالي كل الخشية من وقوع صدام ما بين جمهور التيار الصدري وجمهور الإطار التنسيقي. نخشى أن يكون هنالك طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث ممكن أن يستغل هذا السجال ويستغل وجود الجماهير في الشارع، وبالتالي يخلق فتنة لا تحمد عقباها. يقول قياديون في الإطار ليوتيفي إن إنزال الأتباع إلى الميدان جاء لإثبات الوجود وحماية الدولة وشرعيتها حتى تنفيذ المطالب، ومنها استئناف عقد جلسات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات. الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية لإعادة هيبة الدولة. نطالب رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي. يرد التيار الصدري بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف لا تراجع أو مساومة عليها، والمتمثلة بالضغط عبر الشارع لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مواصلا دعوة أنصاره إلى المشاركة الواسعة بالدعوة القضائية المراد تقديمها في هذا الشأن. إقامة الدعوة أمام المحكمة الاتحادية، والطلبات واضحة في لائحة استدعاء الدعوة، وهي حل البرلمان الحالي نظرا لوجود الخروقات الدستورية، ومنها فوات المدد الدستورية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية. لم تعد المواجهة في الشارع تقتصر على العاصمة بغداد، فالبصرة كانت من أكبر مسارح الاحتجاجات والتظاهرات المضادة، فضلا عن مدن أخرى تشهد تصعيدا وتحشيدا بين إرادة حل البرلمان ومساعي الإبقاء عليه. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.